ابو الحسين جنني، هل من منافس جنته؟ لبيك يا ابن الطاهرة. خادم الإمام الحسين مهدي ناجي عزيز، هذا موكب عمي وعمي سلمه لأبوي، وأنا راح أسلم إن شاء الله من أبوي. بس أكفى. ليش تخدم طريق الإمام الحسين؟ ماكو أحلى من طريق الإمام الحسين، جنة هاي باعتبارها مثل الجنة، وقاعدين هنا نخدم زوار أبي عبد الله الحسين. زين أنت صار عندك موقف سولف لنا يا أخي. مرة بيتنا عندنا 150 جزاير، والفجر خلص عندنا الخبز هنا بالريوق، ودانا أبوي قال له أبوي أروح جيب خبز من الحسينية مال قاعة النساء. قلت له بابا صار، ركضت أنا ولقيت صخرة جاي أركض ما أدري عثرت بيها. فلحد الآن صار رجليك يسح من وراها. عثرت فيها. ليش ما عدت الخدمة؟ بعد شلون أكو واحد يقدر يعوف خدمة الإمام الحسين؟ ما يصير، أنا واقف هنا لإحياء شعار الحسينية، أذكر عطش الإمام الحسين وأطفال الإمام الحسين. فلهذا السبب أنا وقفت ناقده. يلا يا زاير اشربوا الماء اذكر عطش الحسين، يلا يا زاير اشربوا الماء اذكر عطش الحسين، هلا بزوار ابو السجاد اشربوا الماء ولعن يزيد. يا هلا يا هلا.